أهلا بكم متابعينا الكرام، وجمعة مباركة للجميع. بولاية بومرداس، إطلاق للرصاص في السوق الفوضوي بمدينة يسر شرق ولاية بومرداس. شخص يطلق الرصاص فجر يوم الجمعة في السوق ويصيب شخصين حسب مصادر محلية. سكان مدينة يسر يطالبون بتطهير المنطقة من المنحرفين وفتح تحقيق في الموضوع. بعد مشاهدتكم لهذا الفيديو اتركوا لنا تعليقا واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم الجديد، وإلى فيديو آخر. دمتم في رعاية الله وحفظه.